يقول السائل: هل من شروط صحة الاعتكاف التفرغ التام للعبادة داخل الحرم بحيث لا يجوز الخروج لشراء بعض الأغراض؟ نعم، الاعتكاف هو البقاء في المسجد، سواء المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام من المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة. يعتكف يعني يمكث ويلبث في المسجد، ويجوز أن يخرج لحاجته التي لا بد منها كإحضار الطعام له أو قضاء حاجته والوضوء والطهارة، يخرج للأشياء التي لا بد له منها. وأما الأشياء التي لا يحتاج إليها كالبيع والشراء وزيارة المرضى وصلة الأرحام وغير ذلك، هذه يؤجلها إلى أن يخرج من الاعتكاف. نعم.